اسمي محمد صالح حسين علي. احنا اشتغلنا بالسمك، قديمين بالسمك، من احنا اطفال لحد الان احنا بالسمك. وسع السمك تقريبا ما انتهينا منه، رجعنا على الشغله مال الشبك، عم نبيع ونشتغل بالشبك. قبل كنا ننسجه بيدنا، قبل وقت الغزل كان غزل ابو السمكه ايطالي باراشوت، هذا كنا ننسجه، ابهاتنا كانوا ينسجونه، احنا اولاد صغار معاهم هم ينسجونه. كل 50 عين يعقدوها حتى لا يتوهمون بالعدد. كل ما يصير 1000 عين هاي شقة كاملة. السعية أزيدوا هذا يجي جاهز حاليا، بس احنا نحور بينه، احنا نحور بينه، خلي حبل، خلي قصاص، هذا احنا نخلينه، هذا النسيج هذا ساعة نكتفه، هذا احنا نخلينه. على الفراغات نشتغل بيها، يعني ما على طول، على الفراغات، على التوصية. هاي الشبكة مال فوق هاي نخلي له هذا الطوق، ما له الطوق هذا المدور، ما هو الطوق، هذا الطوق مخلينه. يجون هاي كثير، يجون عليها هاي الشغلة، يجون هاي السلية، كثير يجون عليها. نعمل له 100 نبات ما يصح لنا. هسه 10 صار من جابت، هاي صار 20 يوم على ما بعد ما خلصناها، بعد ما خلصناها حنكملها، يعني يظل شيء قليل تخلص. راديو الغد، وطن يمتد.